ان شاء الله توا ناخذ شويه راحه ثم الحمد لله ثم كسوة هناك كسوة في الجزائر كسوة في تونس كسوة الحمد لله حتى في معنا في بلدان اخرى ان شاء الله ناخذ شويه راحه لانه تعبت شويه دونك ان سيمين تقريبا دي جور ومن بعد نشوفوا نقرروا الامور والله يعني ما نعرفش تعرف هذا مكتوب ربي معنا انت والاوفر انت والطموحات تاع الفريق مشيروا دونك ما نعرفش جو سي با انكور معنا سيور ما نعرفش الاختيار ثم ندرس شويه نرتاح شويه ساعه دابور ومن بعد ربي يعمل دليل ان شاء الله. طازج حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.